بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندي إن شاء الله كفتة بالفرن على السياخ، يعني بتشبه الكباب اللي ممكن ما يشويها بالفحم بنحطها بالفرن. المقادير اللي عندي هون كيلو لحمة، شوية دهن فيه جبته من عند اللحام مع شوية دهن، يعني هي لحمة طازة قلت له يفرمها بس مش مفروم وجاهزة. في عندي هون شي 3 بصلات كبار فرمتهم ناعم، أنا على إيدي ما مش بالمطحنة، نعم عشان الطعم يكون أطيب. هون كمان بقدونس فرمته نفس الشي زي البصل. في عندي هون 3 معالق كبار البقسماط أو الخبز المطحون الناعم، أو في ممكن طحين رز حسب الرغبة. عندي بهار هون فلفل أسود، في عندي قرفة، عندي بهار السبعة، في عندي ملح بدي أحطهم عليها لما أبلش. هلا أول شي بسم الله أحط البصل، أحط البقدونس، وأحط البانيمي هذا الطحين، وأقعد أخلطهم منيح منيح مع بعض. بدي أخلطهم كلهم بعدين أحط التوابل. هيك خلطتهم منيح. هلا بدي ابلش احط بسم الله الفلفل الاسود والبهارات حسب الرغبه، بس هود انا بحسهم كثير بعطوا طعم طيب. ممكن بس تزودوا على هدول غير القرفه والبهار السبعه او بهار اللحمه شويه كمون، هاي شويه ملح، هون القرفه كمان معلقه صغيره، بهار السبعه كمان معلقه أو بهار اللحمة كتير، هيك هاي أرجع أخلطهم كمان مرة ونرجع نشكلهم على السياخ. عندي سياخ صغيرة عليهم عشان نحطهم بالفرن. هاي أنا هون السياخ هاي اللي عندي بدي أحط عليها الأصابع، وعندي شوية مي قبل إيدي، وعندي الصينية البيركس عادية ما بدي أحطهم على الشواية بتاعت الفرن على طول، طبعا هيك هيك بيستو، جربتها عدة مرات. هاي حطيت بس ورق زبدة فيها، هذا حسب الرغبة، ممكن ما تحطوا ورق زبدة. سمي بسم الله، حطيت في ايدي شوية مي، والقطعة حسب انتو كيف بتشوفوها. هاي واضغط على السيخ هيك، اذا بتحبوا تخلوه هيك او بتزغروه هذا بيرجع لكم. هاي لازم نضغطها بالمي عشان تضلها ماسكة. هاي حطها هون، أرصهم كلهم جنب بعض بسم الله، كمان مرة شوية مي، هاي نحاول نضغطها مع المي على أساس ما تطلع. نعمل كمان واحدة لما نخلص بقية الكمية. هاي لما نخلصها نضل، هاي شوفكم لما نخلصها نرجع تاني. يلا بسم الله، انا هيك جهزتهم. في عندي هون بصل صغير حاب احط في قلبها، بس بدي الفه بالورق الفول الالومنيوم بسم الله، احطه على السيخ كمان واحدة. هاي هون بس حابب انخزهم عشان بسرعة بالفرن يستويوا، بدي الفهم بالورق واحطهم. هاي هاي احطهم هيك جنبهم، وعندي كمان هون
بندورة، البندورة ما بدي ألفها طبعا لأنها هيك هيك بتستوي بسرعة. أحط بندورة معها، وممكن قرن فلفل حاد تحطه هذا حسب الرغبة. أنا حابة أحط كمان قرن فلفل فيها. هاي أحطهم هيك بدون شي، وأحطهم بالفرن. أنا حميت الفرن على درجة 250 درجة. هيني حطيتهم بالفرن، هاي الصينية طلعت عندي من الفرن. هاي الطماطم البندورة استوى لسه ساخن، وهي البصل كمان أخدت أقل شي من نص ساعة معي. هلا أطلعهم بالجاط ونشوف كيف. هاي عندي الكفتة استوت، وهي البصل، وهي البندورة، وهي الفلفل. وبتحبوا تاكلوا انتو شو ما بدكم، مع لبن، مع شمنت، مع كاتشب، مع مايو. وان شاء الله بتعجبكم الطريقة وبتجربوها. وصحة وهنا، وما تنسوا توزعوا الفيديو. وصحة وهنا ان شاء الله.